كل سنة وانت طيب. انت طيبة يا عسل. ممكن بقى في البداية كده تعرفنا بنفسك. متولع عبدي. اشطر وامهر حد هنا في مدينة ابو كبير بيعمل بوزة. نحمد الله والله الف حمد وشكر لله. احكي لي بقى يا عم. ابتديت بقى من سنة كام؟ ابويا الف رحمة تنزل عليه. من سنة حوالي 59. بقى لك كم سنة مثلا؟ ما انت تحسبيها بقى. تحسبيها حوالي 70. 70 سنة. قول لي بقى البوزة بقى بتعملوا ايه والدنيا ماشية ازاي؟ والله نحمد الله على كل حال. اهم حاجة عندنا التقوى واللي يرضي الله. التقوى في كل عمل بنعمله ان شاء الله هو اساس شغلنا. يعني حضرتك المهنة دي ابا عن جد؟ لا ده انا محامي يا ستي. انا محامي. انتم متابع الاستاذ كان اسمه ايه الملك كان؟ ابو الدكتور محمد الملك. حاجة عبد القادر. هو اللي يعرفني لان انا محامي بس وادي عينيا اللي وادي عينيا هو اللي قعدني في الشغل يعني. طيب بما انك الرجاله دي بس خليت اولادك كلهم يشتغلوا معاك في البوزة؟ لا كلهم متعلمين. ايوه انا عارف. مستر افغاني عابدين دي مدرس هوا الانجليزي. يعني علمت اولادك؟ لا ده اهم حاجه الوالد هو اللي علمنا الصح من الغلط. احنا بقى عن البوزه بقى. اخونا الكبير قالت لحمه تنزل عليه كان كبير المهندسين في الهيئه العامه للطرق والكباري. كنا عن البوزه. البوزه بتتعمل ازاي؟ لا ما انت عارفين البوزه بتتعمل. لا انا ما اعرفش البوزه بتتعمل ازاي. سكر ودقيق ومكسبات طعم وقبل كل حاجه الدقه في الصناعه مش اكتر. حابب تقول ايه بمناسبه شهر رمضان الكريم؟ والله كل سنه وانتم طيبين وتقعدوا لها بخير. كل سنه وانتم طيبين وتقعدوا لها بخير. في البدايه كده ممكن تعرفنا بنفسك. أنا محمد متولى أبو عبدين جد الحاج عبدين بتاع البوزة. أكبر تاجر بوزة فيك يا أبو كبير. عايزين بقى سبب الشهرة والتميز اللي أنتوا فيه ده كان إيه؟ سبب الشهرة والتميز كله من عند الله والطعم والنفس لا أكتر ولا أقل. بقالك كام سنة بتنزل مع باباك بقى؟ أنا بقالي إن شاء الله أنا عندي 33 سنة كبير في السن أنا عارف بس الحمد لله مع أبويا بقالي دلوقتي بتاع 26 سنة. كلمنا بقى عن البوظه. هل البوظه انواع ولا نوع واحد؟ لا البوظه نوع واحد دقيق وسكر وكربونات. في ناس بقى بيقول لك بوظه بالشوكولاته وبوظه بالمكسرات دي كله كلام فاضي. عامله زي الواحده لما بتبقى حلوه تمام مش عايزه اي حاجه انما الوحشه لما بتحط لها كل حاجه هي وحشه انما احنا على طبيعتنا الحمد لله. يعني البوظه ما بتتذوقش؟ لا مش ينفع تتذوق. تتذوق ازاي؟ يعني هي على اساس واحد ايوه هي اساس واحد. اساس واحد اساس بوزة عبدين ان شاء الله. هل انتوا بقى في رمضان بس شغالين في البوزة ولا طول السنة؟ السنة ان شاء الله. ابتدوا بقى شغلكوا ازاي في رمضان؟ بس الموسم الشديد شوية هو رمضان انما ان شاء الله طول السنة عبدين بتاع البوزة شارع عبدين ابو كبير. لو نزلت ابو كبير عايز اروح شارع عبدين بتاع البوزة وهو معروف اللي هو الشارع ساعة زغلول الشارع الكبير. يعني شارع في ابو كبير دوت شارع معروف باسم ابو عبدون. شارع عبدين بتاع البوظه. شارع عبدين بتاع البوظه تمام. ابو كبير مشهوره هنا بقى كده شارع عبدين بتاع البوظه وفي مجلس المدينه برضو مشهوره بشارع عبدين بتاع البوظه عند الحكومه عبدين بتاع البوظه. رد فعل الناس ايه لما البوظه بتاعتكم طلعت واتشهرتوا بموضوع البوظه ده؟ بيحبوا البوظه وعايزين يشربوها على طول. اولا بوظتنا عامله زي المضاد الحيوي علاج لاي حاجه واحد تعبان ولا حاجه يشرب بوظه الحمد لله. عايزين بقى نعرف فوائد البوظه ايه. تساعد على الهضم رقم واحد. تساعد على الهضم مثلا لو في حرحره على صدرك تشربي كيس بوظه زي حاجه حلوه يعني تمام زي احلى من الزبادي. حابب تقول ايه بمناسبه شهر رمضان الكريم؟ كل سنه وحضراتكم طيبين وسنه سعيده عليكم ان شاء الله ورحمه ونور على الحاج عبد القادر المالكي كان من الناس المحترمه ربنا يرحمه. والسلام امانه للاستاذ احمد اخويا الكبير احمد الملكي.